كنا واقفين عند شابتر 5. هو مبدئيا كده حد عنده مشكلة في الحاجات القديمة، أي أسئلة مثلا، حد عنده مشكلة في الشرح نفسه نشتغل فيها. لو حد شغال عليه على حاجة وعنده مشكلة، نقعد بقى في البريك نبص عليها إن شاء الله. تمام. طيب، هو هنا بيراجع الجزئية بتاعة الداتا بايندينج على الابلكيشن يعني. خلينا بس نراجعها كده في السريع. خلينا بس يعني ايه نشرح على سبيل. لو قلنا عندنا اثنين بروجكتس في الابلكيشن، عندنا البروجكت اللي هو الموديل وعندنا الفيو. تمام. قلنا ان الموديل مسؤول عن الايه؟ مسؤول عن البيزنس لوجيك بتاع الابلكيشن، ومسؤول عن الترانزاكشن مع الداتا بيز. تمام. الفيو اللي مسؤول عن الايه؟ الصفحات اللي بتظهر قدام اليوزر. وهنا الاستراكشر بتاع البي دي اف قال لك انت عندك حاجه اسمها فيو، عباره عن الصفحات اللي بتظهر لليوزر، وعندك حاجه اسمها الموديل. تمام. ده اللي بيكون فيه البيزنس لوجيك مع الابلكيشن، وعندك الايه؟ عندك الكنترولر. الكنترولر ما بينهم هما الاثنين. طيب، ايه اللي رابط الموديل؟ اللي رابط الموديل ده اللي موجود هنا، تمام، بالفيو، الصفحات اللي موجوده على الشاشه. عشان انت عندك انتيتيز، وعندك فيو اوبجكت، وعندك ابلكيشن موديول، وعندك الاخر صفحه بتعرض الايه؟ الكلام ده كله. بس ده في بروجكت وده في بروجكت تاني. تمام. بس ايه اللي رابط الاثنين ببعض؟ هنا بيقول لك ان رابط الاثنين ببعض حاجه اسمها داتا بايندنج، او البايندنج اللي موجود على الايه؟ على الصفحه. احنا قلنا الصفحه دي الصفحه جي اس اف نفسها عباره عن فايل دوت جي اس اف. الفايل ده بيكون مربوط بفايل تاني دوت اكس ام ال اسمه فيديو ديفينيشن. الفيديو ديفينيشن ده اللي بيكون فيها البايندنج. يعني احنا لو جينا بصينا هنا، جينا في اي صفحه مثلا جي اس اف، الصفحه دي لها بايندنج. البايندنج ده بقى هو اللي بيجيب من الايه؟ بيجيب من الموديل. حتى هنا بيقول لك ان البيج ديفينيشن بتاعها اللي رابطه بالصفحه دي اللي هي اللي هي جوبس بيج ديفينيشن دوت اكس ام ال. ده بقى اللي موجود فيها الايه؟ موجود فيها البايندنج. هنا مثلا موجود التيبل اللي انت عامله على الصفحه مربوط بالاتريتور، والاتريتور مربوط بالايه؟ مربوط بالداتا كنترول. طيب، فهنا بيقول لك ان الموديل او الاي دي اف موديل ده لازم يكون فيه بايندنج، رابط ما بين او في وسيط ما بين الايه؟ ما بين الموديل وما بين الفيو اللي هو الايه؟ الاي دي اف بايندنج. هنا بيقول لك مثلا ده شاشه موجوده على الابلكيشن، ده تيبل مثلا. التيبل ده موجود فيه اكسبريشن، هو بيقول لك البرودكت نيم موجود في الاكسبريشن. البرودكت نيم ده بيبص على الايه؟ بيبص على الداتا كنترول. لو جينا نبص كده، ندخل على السورس، ده عبارة عن تيبل اهو. التيبل ده بيعرض الوظائف اللي موجودة عندي في الايه؟ موجودة عندي في الداتا بيز. طيب، هنا بيعرض مثلا الامبلوي اي دي. الامبلوي اي دي عباره عن ايه؟ بيقول لك هنا اكسبريشن اهو، عباره عن الرو دوت الامبلوي اي دي. طب الرو ده عباره عن ايه؟ الرو ده عباره عن فاريبل. لو جيت انت تبص كده على التيبل، هنا التيبل اهو معرف لك البايندنج، بيقول لك ان التيبل ده بيشاور على الجوبس هيستوري فيو دوت الكوليكشن مو.
تمام. الكوليكشن موديل ده هو عامل له فاريبل مسميه ايه؟ مسميه رو. الفاريبل ده بقى بدل ما كل شويه ينادي على الحاجه دي كلها، لا هو عامل فاريبل بينادي عليه في ايه؟ في كل اتريبيوت او في كل كولوم يعني. فبعد كده بيقول لك بقى الرو ده، خلينا كده نفلتر بيه. هنا مثلا الرو دوت الستارت ديت، الرو دوت الاند ديت، وهكذا لحد ما ايه وانت شغال. طبعا لازم الكوليكشن مود ده لازم يكون موجود في البايندنج بالشكل ده، وبيشاور على الاتريتور، والاتريتور بيشاور على الايه؟ بيشاور على الفيو اوبجكت اللي موجود في الداتا كنترول. فانت لو جيت هنا في الكوليكشن موديل ده، لو عملت له اديت هنا جايب لك كل الاتريبيوتس اللي انت ايه اللي انت شغال عليها. لو انت شلت اتريبيوت من هنا من البايندنج وجيت بقى تشتغل هنا، تبص تلاقي ان هو ايه ضرب معاك، مش موجود في مش موجود في الصفحه. احنا شلنا الديبارتمنت، لان هو علم لك عليه ان هو بيقول لك ان هو ايه مش موجود في البايندنج بتاع الايه بتاع الفيج نفسه. فهو هنا عامل لك كوليكشن في البايندنج، الكوليكشن ده حاطط لك فيها كل الاتريبيوتس اللي انت هتظهرها على الصفحه. طبعا لازم كل الاتريبيوتس دي بتشاور على الاتريتور اللي هو بيشاور على الفيو اوبجكت، والفيو اوبجكت ده موجود فيه كل الاتريبيوتس اللي انت ايه اللي انت شغال عليه. الفيو اوبجكت ده ممكن يكون معتمد على انتيتي، فلازم طبعا يكون الاتريبيوت موجود فيه او الكولومز موجوده فيه، وممكن يكون بيرفير على الايه على كويري على طول، فمش شرط يكون بيرفير على انتيتي اوبجكت يعني. طيب هنا بيتكلم برضو عن النستد ابلكيشن موديول، واحنا قلنا ان انت يفضل لو انت شغال في ابلكيشن يفضل ان انت تعمل نستد ابلكيشن موديول، يبقى اول الابلكيشن موديول اللي هو البيرنت بتاعك اللي هو المسؤول عن الترانزاكشن مع الداتابيز، ويكون مثلا مع كل موديول ابلكيشن موديول خاص ايه خاص بيه. لو انت مثلا شغال على اتش ار يعني الابلكيشن مثلا فيه الاتش ار والفاينانس وفيه كذا ابلكيشن موديول، فبتعمل اكتر من ابلكيشن موديول، وبتعمل اللي هو الروت اب موديول ده بيكون تحت كل الايه كل التشايلد يعني. طيب قلنا ان انت بتاخد كونكشن واحد، تفتح بس كونكشن واحد مع الداتابيز اللي هو الايه بتاع الروت بس. طيب هنا بيقول لك انت لو عايز تغير اسم الداتا كنترول، هو هنا نزل لك الداتا كنترول باي ديفولت، انت كريت ابلكيشن مديول. الابلكيشن موديول ده نزل ايه؟ نزل باي ديفولت، قال لك الاتش ار اب موديول داتا كنترول. هنا ممكن تقول له ايديت ديفينيشن تقريبا. طيب لو فتحنا الابلكيشن موديول او ده كده اسم الابلكيشن موديول نفسه، ممكن كاستم بروبرتيز تقريبا. هو كاستم بروبرتيز. بس هو اصلا مش جايب النيم يعني، داتا كنترول كنترول نيم، لا تقريبا مش هنا. طيب هنا بقى نشوف يعني ايه الداتا كنترول. هو اسم الداتا كنترول انت بتستفاد منها لو انت شغال في الداتا بايندنج. لو جينا هنا عملنا سيرش على الداتا بايندنج،
ده كده اسم الداتا كنترول او الاي دي بتاع الداتا كنترول اللي انت شغال عليه. بس تقريبا مش هتعرف تغير اسم الداتا كنترول يعني، بس هتضرب معاك في حاجات كتير. أو ممكن في البداية تغير بس اسم الداتا كنترول هنا اللي انت شغال عليه، يعني قبل ما تحط حاجة في الصفحة. طيب هنا بيتكلم عن الكونسبت بتاع الداتا بايندنج نفسها، او البايندنج اللي موجود في الصفحة. ممكن يكون عبارة عن اتريتور بايندنج، ممكن يكون عبارة عن value binding، ممكن يكون عبارة عن action binding. لو جينا هنا في البيج ديفينيشن وانت بتضيف binding في الصفحة بيكون مختلف. ممكن تكون تضيف action، فالاكشن ده هيرفير على مثلا حاجة زي الكوميت، هيرفير على حاجة زي الايه رول باك. تمام. لو انا مثلا هنا عايز اضيف كوميت في الصفحة، فاقول له انا عايز اضيف action في binding. تمام. الاكشن ده هيرفير على ايه؟ هقول له مثلا هيرفير على الابلكيشن مديول بتاع الروت، وهجيب من تحته الاكشن بتاع الكوميت. تمام. طيب جبت الاكشن بتاع الكوميت، قال لي الايه الاي دي بتاعه كذا، والاكشن بتاعه ايه الاكشن بتاعه كذا. الاي دي ده هحتفظ بيه، وارجع بقى للصفحه. طيب نشيل بس الايه الكالندر دي. وهقول له مثلا هنا حط لي الايه، حط لي كوميت فوق التيبل، حط البطن بس عادي كده. البطن ده هقول له مثلا سميه سيف. تمام. طيب الاكشن بقى بتاعه فين؟ الاكشن بتاعه بيرفير على الايه، على الداتا بايندنج. فباجي في الاكشن ليسنر وممكن اقول له من هنا edit. تمام. لا هنا بقول له edit expression، الاكسبريشن بيلدر يعني. وباجي من الايديت بايندنج اخش على البايندنج نفسه واقول له هات لي الايه الكوميت دوت اكسكيوت. تمام. يبقى انا عندي طريقتين، ممكن اسحبه من الداتا كنترول على طول فهو بيضيف لي البايندنج بتاعه. تمام. او ان انا امشي العمليه ايه بالعكس، يعني انا مثلا لو جيت من هنا ممكن اجي من الداتا كنترول على طول من تحت الروت واقول له مثلا هات لي الرول باك، اسحبه دراج ودروب كده. بيقول لي انت عايزه ازا بطن، اقول له اه مفيش مشكله. تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو حط له الايه البايندنج بتاعه، قال له بايندنج دوت الايه الرول باك دوت اكسكيوت. لو دخلت هنا في البايندنج هتلاقي ان هو ضاف له الايه؟ ضاف له الاكشن برضه بتاعه. تمام؟ طيب انا هنا عندي تيبل اسمه الجوبس، او اتريتور هنا اسمه جوبس، بيريفير على الفيو اوبجكت بتاع الايه؟ بتاع الجوبس. طب انا لو هنا محتاج اضيف اتريتور تاني زي مثلا الديبارتمنت او الامبلويز او كده. تمام. ممكن هنا اقول له ضيف لي اتريتور. تمام. فاقول له اد واقول له ضيف لي ايه؟ اتريتور. واقول له اوكي، فبيجيب لي الداتا كنترول اللي موجود عندي. قال انت هتعتمد على انهي داتا كنترول؟ اقول له انا بعتمد على الروت، من تحت الروت هات لي الاتش ار وضيف لي مثلا الديبارتمنت. قال لي انا هسمي لك الاي دي بتاعه الديبارتمنت، هسميه بنفس اسم الفيو اوبجكت، واخلي احط لك في الاخر ايه اتريتور. لو انت محتاج تغير اسم الاتريتور مفيش مشكله، محتاج تسوي ايه مفيش مشكله، او الاي دي. طب بس طبعا الاي دي ما ينفعش يكون متكرر في الايه في الصفحه. اقول له ضيف لي ايه الاتريتور وهقول له اوكي. ضفت انا كده الاتريتور جوه الايه جوه البيج ديفينيشن. ممكن بقى اضيف له مجموعه اتريبيوتس، اقول له مثلا ضيف لي اتريبيوت من الاتريتور ده الديبارتمنت. هو جاب لك الداتا كنترول اللي بيرفير عليها، واسم الابلكيشن مديول، واسم الايه الفيو اوبجكت. اقول له هات لي من الفيو اوبجكت بتاع الديبارتمنت ده هات لي مثلا الديبارتمنت نيم، هقول له اوكي. كده انا ضفت اتريبيوت جوه البيج ديفينيشن. تمام. طيب محتاج اماب ما بين الاتريبيوت ده والانبوت تكست مثلا اللي موجود على الصفحه، او الاوتبوت تكست اللي موجود على الصفحه.
هاجي على الصفحة مثلا كده وهاخد، خلينا هنا ناخد ايه، ناخد input text. تمام، الـ input text ده لو وقفت على البروبرتيز بتاعته هلاقي ان ليه ليبل، تمام، وليه فاليو، الفاليو بتاعته انا الليبل بتاعه محتاج اجيبه منين؟ محتاج اجيبه من الاتريبيوت اللي موجود في البيج ديفينيشن. فهقول له edit expression، تمام، واقول له هات لي البايندنج، الايديت بايندنج، واقول له هات لي الديبارتمنت نيم. تمام، لو وقفت هنا على الديبارتمنت نيم ممكن اقول له اكمل بقى من هنا، اقول له دوت الهنت مثلا دوت الليبل، كده هيجيب لي الليبل بتاع مين؟ اللي موجود في الفيو اوبجكت او اللي موجود في الانتيتي على حسب ما انت مسميه. لو انت عامل له اوفر رايت هناك يعني معدل الاسم هناك هيجيب لك الاسم اللي انت ايه؟ الاسم اللي انت معدله. طيب الفاليو هقول له edit expression برضه، وهقول له الديبارتمنت نيم دوت الانبوت فاليو او الانبوت انبوت الانبوت فاليو. تمام كده انا ربطت الايه؟ الفاليو وربطت الليبل. طيب ممكن تكون محتاج بعد كده تربط هل هو مانداتوري في الانتيتي ولا مش مانداتوري في الفيو اوبجكت يعني ولا مش مانداتوري، فبتيجي وهل هو مثلا ريكوايرد ولا مش ريكوايرد. فانت بتقول له مثلا هنا هات الريكوايرد واديت اكسبريشن، وبتقول له هات لي الفيو اوبجكت او الاتريبيوت يعني ريكوايرد دوت لا مش انا عايز اشوف هو هل هو في الفيو اوبجكت ريكوردر، مش يعني يكون معتمد على الفيو اوبجكت، مش عايز اخليه ريكوردر من على الشاشه. انا ممكن اخليه ريكوردر من على الشاشه مفيش مشكله، بس انا عايز يكون معتمد على الايه، على الفيو اوبجكت، واحط له بقى الاكسبريشن اللي هو بيشاور على الايه، على الفيو اوبجكت. تقريبا هنا بنقول له دوت اتريبيوت دوت دوت مانداتوري، اسم الاتريبيوت دوت مانداتوري، هل هو مانداتوري في الفيو اوبجكت ولا لا؟ فبيجيب لك المانداتوري بتاعته من على ال، انا واقف على الانبوت تكست، تمام، في البروبرتيز بتاعته في الريكوايرد بقول له هات لي الايه؟ المانداتوري بتاعت الفيو اوبجكت، اقول له تمام. انا لو جيت من هنا بقى حطيت يعني اتريبيوت تاني هو بيجيب لي الحاجات دي باي ديفولت. يعني انا مثلا لو حطيت اللوكيشن اي دي مثلا دراج ودروب على طول، هو بيجيب لك كل الحاجات دي، كان بالتكست مثلا جاب لك الايه المانداتري بتاعته، بس هنا بيقول لك دوت هنت دوت هنت دوت مانداتري. دوت هنت ليه؟ لان لو هو مانداتري تمام فبيعمل لك هنت كده ان هو مانداتري، ويحط لك الاستري. فممكن نعدل التاني ده برضو، نقول له دوت انت دوت. طيب الاتريبيوت التاني ده اول ما انت ضفته هو راح يبص على الاتريتور بتاعه، لا الاتريتور، فما ضافلكش اتريتور تاني، هو خلاص لقى الاتريتور بتاعه موجود ولقى الايه ان هو بيريفير على فيو اوبجكت موجود، فراح هو ضاف بس البايندنج بتاع الاتريبيوت وبيريفير على نفس الاتريتور، بيريفير على نفس الايه، بيريفير على نفس الفيو اوبجكت. فكره الجزئيه دي مهمه جدا، لان انت ممكن وانت شغال على الصفحه يحصل مشكله مثلا في الاتريتور او يحصل مشكله في الاتريبيوت معين، تبص تلاقي ان ايه الداتا مش ظاهره او البايندنج بتاع الصفحه مش ايه مش ظاهر. فلازم تكون فاهم البايندنج اللي موجود في الصفحه، مثلا عباره عن اتريتور، الاتريتور ليه اتريبيوت او ليه يعني انبوت تكست او ليه اكشن معين يعني. تمام، ففي حاجات ما انضفتش. تمام،
او ممكن لا انت حطيتها بس هي ساعات بتتشال. يعني مثلا انا لو جيت على الباتون كده ساعات، لو انت مثلا على الرول باك دي كده لو مسحت الاكشن بتاعها ممكن تتشال من البايندينج، ساعات بتتشال يعني، دلوقتي ما اتشالتش بس ممكن عشان هو محتاجه في حاجة تانية. يعني مثلا هنا استخدمه هنا خلاص شاله من البايندنج اهو، لان مفيش حاجه بتترفع عليه فشاله مع نفسه. فانت ساعات بتبقى معتمد ان انت خلاص انت متخيل ان انت مش شلتوش من البايندنج. طيب هنا برضو لو محتاج تضيف مثلا كرييت، لو محتاج اضيف مثلا كرييت للايه، للاتريتور بتاع الديبارتمنت، فبقول له هات لي الفيو اوبجكت من الداتا بايندنج بقى او من الداتا كنترول يعني، بقول له هات لي الفيو اوبجكت بتاع الديبارتمنت وهات لي الاوبريشنز بتاعته وضيف لي مثلا كرييت او ضيف لي الكرييت انسيرت، اقول له اوكي. ممكن بقى اجي تحت الفورم هنا واضيف له بوتون، اقول له مثلا ده نيو ديبارتمنت، تمام. والاكشن ليستنر بتاعه نفس النظام، اديت اقول له هات لي كرييت دوت اكسكيوت، تمام كده. طيب فهنا بيقول لك ان انت الداتا كنترول بتعمل لك زي البيزنس سيرفيس كده، او بتعمل لك زي انترفيس بتطلع لك يعني اسم الفيو اوبجكت بالاتريبيوتس اللي بتاعته، بالاتريبيوتس اللي تحته بالايه، بالميثودز بتاعته او الاوبريشنز اللي هتحصل، مثلا زي كرييت وزي ديليت ونكست وبريفيوس والاوبريشنز بتاعت الايه، بتاعت الاتريبيوت او بتاعت الفيو اوبجكت. بتبدا انت تاخد دراج وتربع على الصفحه، يا اما انت تضيف في البايندنج وتربط ما بين البايندنج والايه، والصفحه اللي انت شغال عليها. طيب فانا بيقول لك ان الداتا كنترول ممكن تكون بتريفير على تكست عادي او اكشن او ليست بايندنج او تيبل. التيبل بيكون في الداتا كنترول بالشكل ده، عباره عن تري. حتى انت كده لو عملت له اديت فبيجيب لك كل الايه، كل الحاجه اللي موجوده في ال، هنا بيقول لك اديت تري بايندنج، تمام، وجايب لك كل الايه، الحاجه اللي موجوده في الفيو اوبجكت. طول ما انت ظاهره على الصفحه فبيكون سيلكتد معاك، لو حاجه انت مش شايلها من على الصفحه بيشيل لك الايه، السيلكتد من هنا. فلو انت ضفت اتريبيوت في الصفحه فمحتاج تضيف له الايه، محتاج تضيف له الحاجه بتاعته هنا. طيب فهنا بيقول لك ان الصفحه نفسها الفيو بتاع الصفحه الجي اس اف يعني بينادي على حاجه اسمها بايندنج كونتكست، تمام. البايندنج كونتكست ده بيروح ينادي على البيج ديفينيشن بتاع الايه، بتاع الصفحه، فيروح يشوف بقى الانبوت تكست اللي موجود، لو في مثلا تكست في البايندنج او في اكشن او في ليست بايندنج او في تيبل موجود في الايه، تيبل او تري تيبل يعني موجوده في الايه، موجوده في البايندنج بيروح ينادي عليه. البايندنج كونتينر كونتكست ده تقريبا احنا قابلنا واحنا شغالين في البينا، لو انتوا فاكرين لما كنا بننادي على الداتا كنترول او بنجيب حاجه من البايندنج، فكنت بتروح تقول له مثلا هات لي البايندنج كونتكست، تمام، فكان بيروح بقى ينادي على الايه، على الكونتكست بتاع الصفحه ويروح يجيب البايندنج بتاعها ويروح يجيب لك الايه، الاتريبيوت او الاكشن اللي انت محتاجه. تعالى كده نعمل، ناخد مثال على الحته دي سريعه. لو انت مثلا لو انت لو خدنا مثلا رول باك من هنا وقلت له الرول باك ده اربطه ببينا، اربطه مثلا بالبينا بتاعت هنا، نعمل بينا بس جديده للجوبس، تبقى على مستوى مثلا الفيو، أو
انا ده مثلا هقول له كانسل. تمام، فيروح يكريت ميثود في البينا بيقول له ايه، بيروح ينادي على الايه، ينادي على الاكشن ده او بينادي على الاوبريشن ده. بس عشان يوصل للاوبريشن ده الاول بيروح ينادي على البايندينج كونتينر. تمام، بيروح يجيب منه البايندينج كونتينر، بعد كده بياخد اوبجكت من الاوبريشن بايندينج. تمام، بيروح ينادي على الاوبريشن ده، بعد كده بيروح يعمل اكسكيوت للايه، يعمل اكسكيوت للاوبريشن. تمام، الداتا بايندنج دوت سي بي اكس، قلنا ان الداتا بايندنج دوت سي بي اكس ده اللي رابطه ما بين البيج نفسها والبيج ديفينيشن. لو انتم فاكرين الداتا بايندنج دوت سي بي اكس بالشكل ده، هتلاقي عندك البيجز اللي هي الجي اس اف والاي دي بتاعها بتاع البيج ديفينيشن، فعامله مابنج ما بين البيج نفسها وما بين الايه، البيج ديفينيشن اللي موجوده على او البيج الجي اس اف والفايل الايه دوت اكس ام ال مع الداتا كنترول. لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان دي الصفحات بتاعتك، هتلاقي في فايل موازي ليها في الابلكيشن ايه سورس. في الابلكيشن سورس هنا هتبص تلاقي في فولدر او في باكج اسمها بيج ديفينيشن، جوه البيج ديفينيشن هتلاقي البيج ديفينيشنز اللي انت شغال عليها. يعني اي صفحه لها بيج ديفينيشن بيكون موجود في الايه، يعني مثلا اللوجن هنا لها بيج ديفينيشن موجوده فوق، لان دي طبعا اللوجن موجوده في الايه، فولدر بره خالص. دي موجوده تحت باكج ثانيه اسمها بيجز، اللي هو البيجز دي جايب لك هنا ايه الديبارتمنت، وجايب لك الامبلويز، وجايب لك الايه الحاجه بتاعته، بيحطها بنفس الباص بالظبط، بس بيحط لك في الاسم بس بيغير لك، يحط بيج ديف دوت اكس ام ال. دي البيج ديفينيشن. يعني مثلا الصفحه اللي احنا شغالين عليها اللي هي الجوبز، هو حط لك بيج ديفينيشن سماها جوبز بيج ديفينيشن دوت اكس ام ال. لو فتحتها هتلاقي فتح لك البيج ديفينيشن بالشكل ده. دي الحاجات اللي احنا كنا ضايفينها في الايه، في البيج ديفينيشن. في السورس طبعا بيعمل لك، بيضيف الباص بتاع البيج، بعد كده يضيف لك الباص بتاع البيج ديفينيشن، وبعد كده بيعمل ماب ما بين البيج والبيج ديفينيشن. لو جيت هنا تبص على السورس كود بتاع الداتا بايندنج، في التاج بتاع البيج ماب ده بيماب ما بين البيج نفسها اللي هو الجي اس اف اهي، تمام، واليوزد اي دي اللي هو الايه، الاي دي بتاع البيج ديفينيشن. تمام، بس هو تحت معرف البيج ديفينيشن بتاعت كل صفحه. يعني الاول هنا لازم يكون معرف كل البيج ديفينيشنز اللي انت شغال عليه. يعني بيقول له مثلا هنا في الاي دي، يقول له الاي دي بتاعها كذا، تمام، والباص بتاعها كذا، تحت بيجز تحت اسم الايه الصفحه او اسم البيج ديفينيشن. تمام، وده الاي دي بتاعها. بعد كده بياخد الاي دي ده يمابه مع الصفحه الايه، مع الصفحه الجي اس اف. فانت لو جيت على الاي دي ده هتلاقي ان هو مستخدم مرتين تقريبا اهو، مستخدم تحت هو بيعرف الاي دي بالباص بتاعه، مستخدم فوق وهو بيمابه مع مين، مع البيج ديفينيشن بتاعت الصفحه الجي اس اف. تحت خالص هنا بيعرف لك الايه، بيعرف لك الداتا كنترول اللي انت شغال عليه. في الداتا بايندنج بيكون معرف ايه، حاجتين مهمين. اول حاجه البيج ديفينيشن يوزج او البيج ديفينيشنز اللي انت مستخدمها جوه الابلكيشن كلها، وبعد كده بيعمل لك ماب ما بين البيج نفسها اللي هي الجي اس اف والبيج ديفينيشن بتاعتها. تمام، هو معلش هو الكلام ده نظري شويه، بس هو مهم جدا على فكره، لان انت لو حصل معاك مشكله في حاجه زي كده بتقعد تلف حوالين نفسك، ما انتش عارف البيج مربوطه بالبيج ديفينيشن فين، وقعدت تدور على البايندنج وتبص. فانت ايه، لازم تكون فاهم الاستراكشر والهيراركي بتاعت الاي دي اف صح، بحيث ان انت تبقى لو حصل معاك مشكله في حاجه تبقى انت عارف المشكله فين بالظبط. ده طبعا ساعات كان بيحصل مثلا واحنا شغالين، بيحصل كونفليكت مع الناس وبعضها. يعني انا مثلا شغال عملت كوميت للشغل بتاعي، وانت برضه شغال فعمل كوميت للشغل بتاعك،
الداتا بايندنج ده شير مع الابلكيشن كله، يعني فايل واحد على مستوى الابلكيشن كله، يعني انت شغال عليه وانا شغال عليه وكله شغال عليه. اللي بيحصل بقى ايه؟ تيجي انت عامل كوميت، تمام، باجي انا واخد الحاجه بتاعتك، ممكن انا ابقى مش واخد بالي، اجي مطير الشغل بتاعك في الداتا بايندنج، فانت تبص انا كان صفحتي شغاله، بعد ما خدت ابديت مثلا، او بعد ما عملت كوميت او حاجه زي كده، تبص تلاقي الدنيا ايه، الدنيا عندك مش شغاله. الدنيا مش شغاله ليه؟ اصل هو مثلا اللي خد كوميت حل الكونفليكت غلط، فهو بيحل الكونفليكت غلط، طير مثلا السطر بتاعك زي كده من الايه، من الداتا بايندنج، فخلاص الصفحه كده مش هتشتغل، كده الصفحه خلاص شكرا مش هتشتغل. فانت محتاج ايه؟ محتاج بقى تروح تراجع الايه، الداتا بايندنج، تراجع البيج ديفينيشن بتاعتك موجوده ولا مش موجوده، طب هي موجوده في الداتا بايندنج ولا لا، طب معمول لها مابنج ما بين البيج ديفينيشن بتاعتها ولا لا، فتقعد تبص على الايه، على الحاجات دي كلها. من الحاجات برضو الشيرد الابلكيشن مديول، هو ابلكيشن مديول واحد او فايل واحد الناس كلها شغاله عليه، فممكن واحد شغال يطير لك الفيو اوبجكت بتاعك اللي انت شغال عليه، فتبص ترن الصفحه بتاعتك تلاقيها بتضرب. طب بتضرب ليه؟ تروح تبص على الابلكيشن مديول، تبص ما تلاقيش الايه، الفيو اوبجكت بتاعك، تمام. فلازم تكون فاهم الايه، الحاجات دي، بحيث ان انت لو حصل معاك مشكله تعرف ترجع لها. طيب ده الفايل بتاع الداتا بايندنج دوت سي في اكس. هنا بيقول لك ان هو في الداتا بايندنج دوت سي في اكس، عشان تعمل سينكرونايز ما بين او للداتا كنترول، يعني بتعملها ايميديت، هو تقريبا باي ديفولت بيكون عاملها ايميديت. لو جيت هنا في البروبرتيز داتا بايندنج، هتلاقي ان هو هنا في الـ في السينك مود ده، فهو عاملها باي ديفولت ايه، عشان تسينك مع الداتا كنترول او مع الداتا بايندنج اللي موجود عندك في البيزنس كومبوننت يعني. طيب هنا بيقول لك الايه، المابنج بتاع البيج ديفينيشن. لو احنا جينا نبص على البيج ديفينيشن، تعالى مثلا نبص على الصفحه اللي احنا شغالين عليها، تعالى نفتح البيج ديفينيشن بتاعت الجوبز، تمام. انت عندك هنا اتريتور، تمام، الاتريتور ده مربوط بفيو اوبجكت في الداتا كنترول، وطلع منه مثلا الديبارتمنت اي دي، فانت هنا عندك الديبارتمنت اي دي واللوكيشن اي دي كاتريبيوتس، يعني مربوطه بالاتريتور، والاتريتور مربوط بالايه، بالفيو اوبجكت اللي موجود في الداتا كنترول. طيب مين اللي عامل مابنج، او فين المابنج في الحاجات دي؟ المابنج ده موجود في البيج ديفينيشن او في السورس بالشكل ده. لو انت جيت تبص في السورس هتلاقي ان الهيراركي بتاعتك بالشكل ده، هتلاقي حاجه عندك اسمها بارامترز، لو البيج ديفينيشن بتاخد بارامترز هيضيف لك الايه، البارامترز هنا، تمام. بعد كده عندك حاجه اسمها اكسكيوتابل، فحاطط لك هنا الايه، الفاريبلز او الاتريتورز اللي انت شغال عليه، تمام. لو احنا رجعنا لللايف سايكل بتاعت الاي دي اف، لو انتوا فاكرين هتلاقي ان هو بيعمل حاجه اسمها بريبير للموديل، فهو هنا الاول بيكسكيوت البارامترز، لو انت عندك بارامترز في البيج ديفينيشن، بعد كده بيعمل اكسكيوت للاتريتورز اللي موجوده عندك في الايه، في البيج ديفينيشن. في الشابتر اللي بعد كده بيتكلم على عن اللايف سايكل، هنرجعها ايه تاني برضه. طيب بس الهيراركي بتاعت البيج ديفينيشن زي ما انت شايف كده، الاول ضايف لك البارامترز، تمام، بعد كده ضايف لك الاتريتورز اللي انت شغال عليها، بعد كده ضايف لك البايندنج، تمام، اللي انت شغال عليه، سواء بقى كان اتريبيوتس او سواء كان اكشن او سواء كان ايه، حاجه ثانيه، زي مثلا ده تري مود او تري ليست، هنا ده اكشن، ده اتريبيوت ليست، كل واحد طبعا مربوط بالاتريتور بتاعه. يعني مثلا هنا الجوب هيستوري فيو ده مربوط بالاتريتور او الاي دي بتاع الاتريتور اللي موجود فين، اللي موجود فوق. فانت لو بصيت هنا بيقول لك ان الاتريتور بايندنج بتاعه ده اللي هو ايه، اللي هو ده، تعالى كده نفلتر بيه،
تمام. ده الاي دي اهو، ده البايندنج بتاعه، هو معرفه فوق، هو بيعرف الاتريتور فوق، هنا تحت هو بيعرف الاتريبيوت او بيعرف اي حاجه، بيعرف لك بيدي له الاي دي بتاعه تمام، والحاجه بتاعته. طبعا لو حصل عندك اي تغيير هنا في اي دي مثلا، او اي تغيير في اسم اتريتور او كده، خلاص بقى الدنيا هتبدا تضرب معاك. فانت لازم طبعا تكون ايه شغال على نفس الاي دي. طب المشكله دي بتحصل امتى؟ المشكله دي ممكن تحصل لو انت غيرت اسم مثلا فيو اوبجكت، فعملت مثلا ريفاكتور لاسم الفيو اوبجكت، فراح عدل الفيو اوبجكت ده، بس ما عدلوش في الايه، ما عدلوش في الداتا بايندنج. فانت بتروح تبقى تبص على الايه، على الاي دي بتاع الاتريتور، هل هو نفس الاي دي؟ طب هو هنا بيماب ما بين الاي دي ده والاي دي ده، هو ده نفس الاي دي اللي هو معتمد عليه؟ تبدا ايه تتريس المشكله مش كده. هنا نفس النظام برضو، لو هو اتريبيوت بيكون معتمد على الاي دي بتاع الاتريتور اللي هو شغال عليه، وهنا مديك نفس اسم الايه، اسم الاتريبيوت اللي موجود في الفيو اوبجكت. ده بالنسبه للايه، للبيج ديفينيشن. فبيقول لك التقسيمه بتاعتها بالشكل ده. بعد كده طول ما انت خلاص ضفت اتريبيوتس مثلا، او ضفت اكشنز او كده، فبتقول له على البيج بقى البايندنج دوت مثلا اسم الاتريبيوت، او البايندنج دوت اسم الاكشن، او الاي دي بتاع الاكشن دوت مثلا اكسكيوت، او دوت على حسب الحاجه اللي انت ايه اللي انت هتشتغل عليه. هنا مثلا في الاتريتور بيجيب لك الايه الرينج سايز بتاع الاتريتور. لو انت مثلا جيت على اتريتور من ده او بتاع الديبارتمنت، جاب لك الايه الرينج سايز بتاعه مثلا 25، ده باي ديفولت. ممكن تكون مثلا عايز تخليه 10، ممكن تكون عايز تخليه اكتر من كده، على حسب ما انت ايه، على حسب ما انت محتاج. الحاجه الثانيه مثلا الريفريش بتاع الايه بتاع الاتريتور. ممكن مثلا زي ما قلنا قبل كده، تكون الاتريتور ده محتاج ريفريش على طول، هو مش هيريفريش لوحده، بس اول ما يحصل مثلا حاجه يريفريش، يروح يسمع من الداتابيز تمام. لو مثلا اول ما تعمل كوميت، او اول ما تعمل رول باك، اول ما تطلع للصفحه وتيجي تاني، اللي هو ما يحصلش كاشنج للاتريتور تمام. طيب في الحاله دي مثلا بتقول له ايه كولز، اللي هو ريفريش الاتريتور على طول. طلعت مثلا من الصفحه ودخلت تاني، اعمل ريفريش للاتريتور، فيروح يكسكيوت الانتيتي تمام، ويروح يجيب من الايه من الداتابيز. او ممكن تخليه مثلا اف نيدد، او تقول له نيفر، ما تعملش ايه للريفريش للاتريتور، على حسب ما انت ايه، على حسب ما انت محتاج. ده طبعا بتبقى في حاجات محتاجها تعمل ريفريش على طول، وفي حاجات تانية محتاجها تكون مكيشه، خلاص مش كل شويه اعمل ريفريش عشان ما يعملش ايه، ما يعملش لود على البرفورمانس في الابلكيشن. او باي ديفولت ديفر، اللي هو مش بيعملش ريفريش على طول، هو على حسب بس ما انت محتاج. الداتا بايندنج يعني، هو كان عندك بس الاتريتور مش شايف الداتا كنترول، يعني كنت وقفت على الاتريتور كده ما لقيتوش بيشاور على الداتا كنترول. لا ما دلتش، انا وقفت عليه بس كده وقلت له اديت، وغيرت الداتا كنترول بتاعته بس، فراح بقى ارى الايه الداتا كنترول اللي هو بس هو بيحطه، فحصل تعديل، ما خدش نفس الاي دي، ما خدش الاي دي بتاع الاتريتور، ما خدش الاي دي بتاع الفيو اوبجكت في الايه في البيج ديفينيشن. طيب ده التايبز بتاعت الايه البايندنج. على الاتريتور نفسه لا، على الفيو اوبجكت قصدك؟ ما هو الاتريتور ده بيرفير للفيو اوبجكت. كذا ازاي يعني؟ كذا ازاي؟ لو انت مثلا معتمد على ماستر ديتيل، هو بيرفرش اوتوماتيك. لو انت
مش معتمد على ماستر ديتيل، ده انستنس وده انستنس تاني خالص، فبتعمل بقى ريفريش في الكود اللي هو انت مثلا بتاخد قيمه، والقيمه اللي هو خدتها بتروح تكسكيوت بيه، بس بتكسكيوت في الفيو اوبجكت مش في الاتريتور. هو كده كده الفيو الاتريتور بيقرا من الفيو اوبجكت. فبتعمل مش في الاتريتور، الكويري نفسها موجوده في الفيو اوبجكت، فانت بتعمل الكونديشن بتاعك او البايندنج البايند فاريبل بتاعك بتحطه في الفيو اوبجكت وتبعت له البارامتر من على الشاشه وتعمل اكسكيوت للفيو اوبجكت. طالما عملت اكسكيوت للفيو اوبجكت خلاص بيسمع في الاتريتور، اللي هو كده كده الاتريتور بيقرا من الفيو اوبجكت. هو ده كودينج، هو مش هتعرف تعملها الا كود. لا ما فيهوش وير، لا هو بيقرا السلكتاي، يعني مكان السلكتاي الوحيده في الفيو اوبجكت، مش اي مكان تاني للسلكتاي. انا بقى بيقول لك انت على الصفحه بتماب مثلا ما بين الانبوت تكست والبايندنج اللي موجود، فبتقول له البايندنج دوت اسم الاتريبيوت دوت الانبوت فاليو، لو مثلا محتاج تحط بايندنج او فاليديتور تمابه ما بين الفاليديتور مع الفيو اوبجكت مثلا، فبتقول له البايندنج دوت اسم الاتريبيوت دوت الفاليديتور، او على حسب ما انت ايه ما انت محتاج من البايندنج. يعني ده التري بايندنج ده للتيبل او التيبل بايندنج، يعني زي ما قلت لك هو الاول بيكون معرف الاتريتور او التري اللي هو شغال عليه في البايندنج، بعد كده بيعمل له ايه فاريبل يبدا يشتغل على الفاريبل ده. هنا مثلا معرف باي ديفولت هو بيعرف الفاريبل رو بنفس الاسم ده، تمام. في الرو ده بتقول مثلا رو دوت الامبلوي اي دي، رو دوت الاوردر اي دي مثلا، على حسب ما انت ايه محتاج، بس لازم التيبل ده يكون موجود في البايندنج على شكل تري. لو انت جيت مثلا على التيبل ده اللي هو الجوبز هيستوري فيو وجيت تبص على السورس بتاعه هتلاقي ان التري موجود بالشكل ده. انا فاتح لك التاج بتاع التري ومعرف لك الاتريبيوتس اللي موجوده فيه ومعرف الاتريتور اللي هو بيعتمد عليه. تمام؟ طيب ده ليست بايندنج، ده لو انت مثلا معتمد على ليست اوف فاليو فبيضيف لك ليست اوف فاليو عباره عن ليست بايندنج. انا بيقول لك احنا قلنا ايه اتريبيوت بايندنج وليست بايندنج واكشن بايندنج وتري بايندنج او تري ليست، تمام. فده التايبز بتاع البايندنج اللي موجود في البيج ديفينيشن. هنا مثلا الاكشن بيضيف لك الاكشن والاي دي بتاع الايه بتاع الاكشن. لو احنا جينا بصينا على الاكشن نفس النظام اهو، ضيف لك الايه الاكشن، ضيف لك الاي دي بتاعه، ضيف لك الداتا كنترول اللي هو معتمد عليها، تمام، والترانزاكشن بتاعه. ولو هو بيعتمد على اتريتور زي مثلا كرييت وديليت وكده بيحط لك ايه الاي دي بتاع الاتريتور. طيب في حته كويسه في الاوبريشنز اللي انت معتمد عليها حاجه اسمها سيت الكرنت رو سكي، تمام. ممكن انت تكون مثلا على فيو اوبجكت بتاع الامبلويز او بتاع الديبارتمنت مثلا، تمام، ومفيش فيو لينك بينهم وبين بعض، يعني ده فيو اوبجكت وده فيو اوبجكت تاني، بس انت عايز وانت رايح من الصفحه دي تروح على نفس الايه على نفس الحاجه اللي انت واقف عليها او تعمل فلتريشن. فبدل بقى ما تعمل اكسكيوتوز بارامتر مثلا او تعمل فيو كرايتيريا او كده، لا انت بتقول له زيت الكرنت رو ويز كي، يعني وقف لي على الرو ده، تمام. بتبعت له بقى الايه بتبعت له البارامتر، هما الاثنين زي بعض، سيت الكرنت رو ويز كي فاليو وسيت الكرنت رو ويز كي بس، اللي فوق دي ويز كي بس وده ويز كي فاليو بس. هو في الاولى بيعمل ايه زي انكريبتد كده للايه للبارامتر اللي انت بعته، في الثانيه بيبعت له الايه البارامتر عادي. طيب تعالى ناخد مثال كده، طيب المثال بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ هنفترض مثلا ان احنا واقفين على اداره معينه وعايزين نروح نجيب الموظفين مثلا، او واقفين على ايه مثلا على امبلويي معين في اداره يعني، وعايز اروح اجيب الايه الاداره بتاعته على طول،
اقف على بيانات الايه؟ الاداره. هنا العمليه ايه؟ معكوسه، مش واقف على اداره وعايز تروح تجيب الموظفين اللي فيها، لا انت واقف على موظف وعايز تروح على الاداره بتاعته على طول. تمام؟ طيب فانا هبقى مثلا في الموظفين في التيبل بتاع الامبلويز معتمد، او في الصفحه بتاعت الامبلويز معتمد على الفيو اوبجكت بتاع الامبلويز فيو من غير ما يكون في بلينك ولا حاجه. تمام؟ هو ده انستنس وده انستنس الثاني في الايه؟ الاداره بتاعت الموظف ده. تمام؟ فانا هنا في الصفحه بتاعت الامبلويز هبقى معتمد على الفيو اوبجكت ده، خلي بالك. وفي الصفحه بتاعت الديبارتمنت هكون معتمد على الفيو اوبجكت الايه؟ بتاع الديبارتمنت ده. طيب خلي بالك من الجزئيه دي، هنشوف بس احنا هنسحب سيت الكرنت رو وسكي منين. تمام؟ طيب تعالى نروح للايه؟ للصفحات. عندنا صفحه بتاعت الامبلويز اهي. طيب الصفحة دي بتاعت الامبلويز هحط تيبل من الفيو اوبجكت ده. هيبقى ريد اونلي وهحط بس الايه؟ شيل الحاجات دي. خلي بس رقم الإدارة في الأول والإمبلوي أي دي. قول له أوكي. الصفحة الثانية بتاعت الـ Department هنحط فيها فورم عادية بتعرض الـ إيه؟ الـ Department. طيب لحد هنا تمام كده، احنا لسه ايه؟ ما عملناش حاجه. كل الموضوع انا حطيت هنا تيبل بتاع الامبلويز وحطيت هنا فورم بايه؟ بتاعت الديبارتمنت. انا عايزه لما يروح من هناك يجي على نفس الايه؟ على نفس الفورمه دي. طيب انا المفروض هسحب سيت الكرنت روز كام منين؟ خلي ده بس كده.
انا عندي ايه اتنين فيو اوبجكت اهو، عندي الفيو اوبجكت بتاع الامبلويز وعندي الفيو اوبجكت بتاع الايه بتاع الديبارتمنت. انا محتاج يروح يقف على فيو اوبجكت فين في الديبارتمنت، او يحتاج يقف على الرو بتاع الديبارتمنت، فاخد من تحتها سيت الكرنت رو از كي. تمام، اجي هنا من الاوبريشنز الاقي عندي حاجه اسمها سيت الكرنت رو وذ كي، وعندي حاجه اسمها سيت الكرنت رو وذ كي فاليو. تمام، هاخد هنا انا مثلا على الاي دي اقول له هات لي مثلا سيت الكرنت رو وذ كي فاليو، هاخده مثلا كايه كلينك. تمام، قال لك فين الفاليو اللي انت هتبصيها والتايب بتاعها، هقول له بقى من على الامبلوي هقول له هنا الرو دوت ديبارتمنت اي دي، طبعا نفس الايه اسم الاتريبيوت. تمام، طيب هنا ممكن اسميه بس بدل ما هو كده اقول له مثلا جو ديتيلز. أو ممكن أديله الـ value دي كده على طول الرو دوت الـ binding دوت الـ department ID دوت الـ ايه الـ input value. department عملنا edit لا عندنا الـ employees، عندنا هنا الديبارتمنت اي دي موجود اهو في الامبلويز اقول له اوكي. تمام كده، طيب لو جيت انت بصيت على البايندنج هتلاقي ان هو حاطط لك الايه البايندنج بتاعه، قال لك سيت الكرنت رو از كي. تمام، وده اسم الايه الاتريبيوت. طيب لو انت كده عملت اكسباند هتلاقي ان هو واخد الايه الفاليو هنا بالشكل ده رو دوت الديبارتمنت اي دي، ده الفاليو او الاكسبريشن اللي هو واخده في البارامتر. تعال بقى نرن كده تيست بس الأول كونكشن.